شو يا عمي شو الحكاية؟ مظبوط يا سيدنا الشيخ، مضطر اتجوز اليوم. طب وليش ما تجوزتي قبل هيك؟ يعني بقصد بشكل طبيعي. ابوي بدوش خليل، بدي ياني اتجوز واحد من الليستا. ليستا؟ شو يعني ليستا؟ شو موضوع ليستا يا عمي؟ ابوي اعطاني ليستا للعرسان اللي طلبوني، وقال لي اذا بدك تتجوزي لازم واحد من هدول. هدول ناس محترمين في البلد، محامي ومهندس ودكتور ورجال اعمال. بس انا بديش ولا واحد منهم. يعني انت متاكده انه اختيارك لخليل سليم؟ خليل منيح طيب، بفهم علي، بتحملني لما بكون معصبه. بس يا بنتي ابوكي قلقان على مستقبلك، يعني خليل يمكن ما يكون مناسب لك. هو خليل مناسب. صح انت ما قلت ليش، هو شو بيشتغل؟ مخرج في المسرح. والله موهوب كتير. حتى لما كان بالجامعة المسرحيات اللي كان يخرجها كان ياخد عليها جوائز. شو بتحكي؟ برافو. نعم، نحن هنا أمام حكاية ليست هدفا بحد ذاتها، لكنها مطية لغايات أخرى كثيرة. فهم أناس بسطاء ببساطة أحلامهم، لكن قدر الاحتلال يقف دون تحقيقها كما تقف حواجزه دون مرور الحياة. إن رحلة رنا بحثا عن خطيبها خليل، ومن بعد ذلك بحثهما عن المأذون ومحاولة جلبه إلى والد رنا لإتمام الزواج في موعده المقرر، هذه الرحلة هي في ذات الوقت رحلة الفلسطيني المعذب نحو مستقبل مجهول يراه مشرقا رغم ظلمته، وقريبا رغم ترامي أطرافه وبعده. هذا الفيلم يصور الإنسان المقدسي محبا للحياة بطبعه، رافضا كل ما يقف في وجه ابتسامته وفي وجه تطلعه نحو بناء أمل جديد وحياة جديدة، علّه يحمل في صلبه يوما ما من يحقق له هذا الأمل ويعيش لأجله تلك الحياة. كيف انتهى الفيلم؟ لنشاهد معا. شو لسه يا شيخنا؟ صار لهم نص ساعة حاجزين هويتي، هيني مقطوع هون، مش عارف لا اروح ولا اجي، بستنى. والعمال؟ انا عارف. ما بقدرش نكتب الكتاب هلا، ابوي مسافر الساعة 4. يا عمي شو بدي اسوي؟ اكتب الكتاب بالشارع يعني؟ طب ليش ما نكتبه بالسيارة؟ سيارة سيارة، يلا توكلوا على الله. حطولنا سيارة. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا يا اخوان نتيجة هالوضع غير طبيعي اللي احنا موجودين فيه بدنا نتجاوز شوي عن بعض التقاليد وتكون العروس موجودة معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حط لي ايدك بيد نسيبك لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. كله زوجتك. زوجتك. ابنتي. ابنتي. رنا. رنا. على سنة الله ورسوله. على سنة الله ورسوله. وبمهر مقدم. وبمهر مقدم. مقداره دينار واحد. مقداره دينار واحد. ومؤخر. ومؤخر. مقداره 10,000 دينار. مقداره 10,000 دينار. رد على عمك كل قبلت. قبلت. زواجها. زواجها. على سنة الله ورسوله. على سنة الله ورسوله. وعلى المهر المسمى بيننا. وعلى المهر المسمى بيننا. وعلى هذه النية الفاتحة. وهكذا تم عرس رنا بصمت مقدس وبإصرار على إكمال مسيرة الحياة،
فالمخرج هاني أبو أسعد ورغم نجاحه في الإشارة إلى ممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير الإنسانية إلا أنه استطاع عرضها دون اللجوء إلى الميلودراما أو مشاهد القتل، فيما يدل على دخول السينما الفلسطينية مرحلة جديدة خارج إطار التقليد والمباشرة. وما بين جدية الطرح وهزلية العرض لابد من الاستعانة بعين نقدية ثانية تعيد قراءة الأحداث من جديد، مع المخرج عصام قلوون. لنتابع. الفيلم مثل ما قلنا بيفرجينا قديش تشبث الشعب الفلسطيني بأرضه بالرغم من كل العوائق والحواجز والضغوطات اللي بيفرض عليه المحتل الإسرائيلي. يعني بنشوف مثلا انه رنا اللي قررت انه بالرغم من اصرار والدها عليها انه تسافر معه على مصر تتابع دراستها هوني، بينما هي كانت مصرة على البقاء في القدس ومصرة على البقاء في فلسطين بالرغم من كل يعني المشاكل اليوميه المرهقه اللي بيتعرض لها يعني حتى الشباب الفلسطيني، تما نقول الشعب الفلسطيني كلياته، بس الشباب الفلسطيني اللي بعد اسمه بني مستقبله اللي بشغله ما بيعرف اليوم انه بيروح على الشغل يمكن بيموت على الطريق، اضافه للحواجز الاسرائيليه اللي معموله بشكل يعني تحبس الشعب الفلسطيني بقمقم. وفي مشهد هون كتير حلو، هي بهالرحلة هيدي اللي عملتها رنا، في مشهد بتطلع راس سلي هيك بنحس في مدى مفتوح واسع انه ديش الاراضي الفلسطينية واسعة وديش بتستهقد ديش فيها تستوعب ناس، يمكن فيها تستوعب 10 مليون نسمة، بالوقت الشعب الفلسطيني عايش بما يشبه القمقم، يعني ما قادر يطلع، اذا بده يطلع من شارع لشارع بده يمرق يمكن ب 700 حاجز اسرائيلي ويطلب هويه. وحتى في اشياء انه ممكن اذا اعطاه الهويه في ضغط حتى عليه انه مثلا انت منك عايش بالقدس 3 سنين ورا بعض وممكن ينتزعوا منه الهويه بهالعنوان القدس في يوم من اخر، هو القدس يعني في هذا اليوم وفي اي يوم من اخر ومن هذا اليوم الى ابد الابدين حتضل هذه الحياه اليوميه بالقدس حتى اشعار اخر. الفيلم عرس رانا او القدس في يوم اخر مفروض انه تدور احداثه بين الساعة 6 صباحا والساعة 4 مساء، يعني خلال 10 ساعات. ف ما خلينا نشعر قديش الوقت ضاغط على رنا وخليل اللي هني أبطال الفيلم لازم يتجوزوا قبل الساعة 4، ما حسينا بضغط الوقت إنه معهم هالوقت ال10 ساعات اللي بده يكون الحركة مكثفة فيهم. ما شعرت ببعد المسافة بين القدس وبرام الله ذهابا وإيابا، وهذه أنا بعتبرها إنه من مش من أخطاء الفيلم، من خطايا الفيلم إنه ما فرجاني ساعة. جمهور هذا الفيلم هو أي إنسان يتحسس بقضايا الناس المضطهدين في أي بقعة من بقاع العالم. واليوم وبعد 63 عاما مرت على وجود الاحتلال، ما تزال فلسطين في صراع مع الموت، لكنها وإن بقيت في غرفة الإنعاش فأبناؤها ما يزالون يحقنونها بمصل الحياة جهاداً ومقاومة أدباً وفناً. وها هي القدس مشاهدين الكرام في هذا اليوم وفي يوم آخر تعيش مع المحتل صراع الوجود، وها هم أهلها المقدسيون أيضاً يقاومون التهويد ويرفضون بيع مآذنها العتيقة وأقصاها المقدس رغم ما يتعرض له من عمليات حفر وتجريف، وأمام عرب ومسلمين اكتفوا بتسجيل أروع ملاحم الشجب والاستنكار. إلى هنا نكون مشاهدين الكرام قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا رسائل سينما لهذا الأسبوع، أملين أن نكون وفقنا معا في الوقوف على إحدى رسائل الفن السابع. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم عبر بريد البرنامج الإلكتروني رسائل@baltodaytv.com. لقاؤنا بكم يتجدد الأسبوع المقبل بإذن الله،
فحتى ذلك الحين لكم تحياتي وتحيات الزميلة فوزية حرب في الإعداد مع كل فريق البرنامج. أطيب المنى وإلى اللقاء. Look at me.